أهلا بكم في معهد اسكندرية عالي للإعلام. في المحاضرة الخامسة هنتكلم النهاردة عن الضلع الثالث في المزيج التسويقي، الضلع الهام، وهو التوزيع. والتوزيع عرفه مكارثي إن هو العملية اللي بيتم من خلالها جعل السلعة متوفرة في المكان وبالكمية المناسبة. وإيه معنى الكلام ده؟ مهم جدا بالنسبة لنا إن أنا لو بعمل سلعة جديدة إن أنا أوفرها في المكان المناسب للجمهور المستهدف بتاعي زائد الكمية المناسبة. يعني بالتفصيل إن أنا لو ببيع منتج زي الشيبسي بتاع برينجلز مثلا، وده مخصص لفئة معينة، مهم جدا إن أنا أوفره في الأماكن اللي الأفراد دي متواجدين فيها زائد الكمية المناسبة، ان انا ما اروحش مثلا مكان زي كفر عبده واحط كرتونة واحدة، لا انا ممكن احط اكتر من كده. فده بالنسبة لتعريف التوزيع. طيب هل التوزيع ليه استراتيجيات؟ التوزيع ليه 3 استراتيجيات. الاستراتيجية الاولى وهي استراتيجية التوزيع الشامل، والاستراتيجية الثانية هي استراتيجية توزيع الوكالة، أما الثالثة هي استراتيجية التوزيع الانتقالي. طيب استراتيجية التوزيع الشامل، وفيها بيتم عرض السلعة في خلال أكبر أماكن العرض. يعني إيه أكبر أماكن عرض؟ مش معنى أكبر أماكن عرض إن أنا أشوف الأماكن الفخمة والضخمة اللي أنا بعرض فيها السلعة بتاعتي، لا، أكبر أماكن عرض يعني إن أنا بشوف كل أماكن ومنافذ التوزيع وببدأ أوزع لهم السلعة بتاعتي دي. يعني بوزع في الكشك، وبوزع في السوبر ماركت، وبوزع في الهايبر ماركت، وبوزع في الميني ماركت، بوزع زي كارفور مثلا، بوزع زي الهايبر اللي بيبقى تحت البيت عندنا، بوزع في كشك موجود، بوزع في سوبر ماركت بيبيع ألبان أو حاجات زي كده. فكل العناصر دي انا ببيع المنتج بتاعي. ودايما الاستراتيجية بتاعت التوزيع الشامل دي احنا بنستخدمها في السلع الميسرة. ويعني ايه سلع ميسرة؟ زي ما شرحناها قبل كده، زي البيبسي، زي الشيبسي، زي الكولا، كل العناصر دي بتعتبر سلع ميسرة، اي سلع ذات استخدام واحد فقط لا غير. طيب هل الاستراتيجيات دي ليها مميزات وليها عيوب؟ اه طبعا ليها مميزات وليها عيوب. طيب بتعتبر من اكبر عيوبها هي ارتفاع التكلفة بتاعتها، لان انت بتبقى محتاج عربيات كتير جدا، مندوبين توزيع كتير جدا، بيبدأوا يوزعوا جميع انحاء الجمهورية. النقطة التانية اللي بتعيبها هي الفكرة بتاعت ان انت ما بتقدرش تعمل عملية رقابة كبير عليها، ففي ناس كتير قوي ممكن تبيع السلعة بتاعتك بأسعار مختلفة عن انت محددها. اما بالنسبة للمميزات، بتوفر درجة راحة كويسة للمستهلك، بتعمل تغطية واسعة للسوق، اكبر عدد من المستهلكين بيقدر يوصل للسلعة. طيب النقطة التانية بتاعتنا وهي استراتيجية التوزيع الانتقالي. واستراتيجية التوزيع الانتقائي ان انا في محافظة زي محافظة اسكندرية بختار عدد محدود او مناطق معينة هي دي اللي بنزل فيها السلعة بتاعتي. ودايما السلعة او الاستراتيجية بتاعت التوزيع الانتقائي بتتناسب مع استراتيجية سلع التسوق. طيب اللي هي بتعتمد على ايه؟ اللي دايما المستهلك بيقوم فيها بعمل مقارنات وبدائل لاختيار البديل الامثل. فانا مثلا على سبيل المثال لو تلاحظوا او تفتكروا مثلا تيمبرلاند لما بيجي فتح هنا في اسكندرية، تيمبرلاند ده براند مشهور جدا بتاع احذية وهدوم رياضية. لما جه تيمبرلاند اشتغل على استراتيجية التوزيع الانتقائي، اختار في اسكندرية، محافظة اسكندرية، اختار شارع سوريا، اختار جرين بلازا، اختار سان ستيفانو، واختار كارفور. هو كان شايف من وجهة نظره ان الاماكن دي هي الاماكن اللي المستهلك المستهدف بتاعه هيكون متواجد فيها. طيب
بالنسبة هل ليها مميزات وليها عيوب؟ اه طبعا ليها مميزات وليها عيوب. اول حاجة عيبها ان تغطية السوق محدودة، مش كبيرة بالمقارنة بالتوزيع الشامل. طيب مميزات توزيعها او تكلفة التوزيع بتاعتها بتكون منخفضة. النقطة التانية قلة احتمال حدوث مضاربة في الاسعار، ان فكرة ان انت تضرب في سعر ياما وسعر كتير وكده بتبقى من النادر ان هي تحصل زي ما بتحصل في التوزيع الشامل، ان ده ممكن يبيعها بخمسة جنيه ممكن ده يبيعها بسبعة جنيه، ده مش بيحصل بصورة كبيرة جدا. بتطفي حالة من الخصوصية على المنتجات، لان احنا عارفين دايما ان في ناس بتحب جدا ان هي ما تكونش المنتجات او تلبس حاجات منتشرة بصورة كبيرة جدا. طيب الاستراتيجية الثالثة والأخيرة معانا هي استراتيجية توزيع الوكالة. ويعني ايه استراتيجية توزيع الوكالة؟ هي ان انا بوزع المنتجات من خلال موزع واحد فقط لا غير في كل منطقة جغرافية معينة، ودي بتستخدم في السلع مرتفعة الثمن. طيب فأحد الناس اللي موجودين من الإدارة بيتفق مع أحد الوكلاء، وهم اللي بيكونوا مسؤولين عن تسويق المنتج بتاعه ده في المكان ده. يعني مثلا بكل اختصار وبكل بساطة ندي مثال يوضح لنا المعلومة دي، زي مثلا شركة آيفون. شركة آيفون بتعتمد على استراتيجية توزيع الوكالة، يعني هي في اسكندرية والوجه البحري اللي هو بتاع الدلتا والكلام ده كله ما عندهاش غير وكيل واحد فقط لا غير اسمه تريد لاين. شركة مرسيدس عندها الشركة الوطنية اللي بعد جرين بلازا هي اللي مسؤولة عن الوجه البحري كله. هي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها، ان انا بختار وكيل واحد لان انا السلعة بتاعتي غالية، عايز احسس المستهلك بتاعي ان هو يتعب شوية عشان يحس بالتفرد، وان انا ما ينفعش ان انا اعمل اكتر من توزيع. طيب هل لها عيوب ومميزات؟ طبعا لها عيوب ومميزات. طيب من ابرز عيوبها ان انا في خطر ان انا اعتمد على موزع واحد، لان ممكن واحد مثلا يكون في الغربية او في البحيرة او في كفر الشيخ صعب بالنسبة له ان هو ينزل اسكندرية، لكن لو كان في وكيل في كفر الشيخ او غيرها من المحافظات التانية كان اقبال على الشراء ممكن يكون اكبر، لكن دي بتكون وجهة نظر يعني. طيب المميزات ان انا بنمي درجة ولاء، زي ما قلنا احنا بنتعب اكتر علشان ناخد السلعة دي، وفي ناس بتكون مبسوطة بالموضوع ده. النقطة التانية، وقبل ما ندخل النقطة التانية، لو تفتكروا الطوابير اللي كانت بتستنى الموبايل ايفون 11 برو ماكس لما كانت بتستناه بالطوابير للحجز فقط لغير، الناس بتبقى مبسوطة بده، بالعكس على العكس تماما يعني. طيب من النقط المهمة جدا كمميزات مش موجودة لا في الانتقائي ولا في الشامل، هي ان انا بحقق اقصى درجة ممكنة من السيطرة والرقابة، وتكلفة التوزيع كمان بتكون منخفضة جدا بالنسبة لنا. بكده تكون محاضرة النهاردة خلصت، اتكلمنا فيها على التوزيع الشامل وتوزيع الانتقائي وتوزيع الوكالة. اتمنى تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.